حديث الشارع، التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي، والله صابنا شيزوفرينيا، انفصام بالشخصية، بطلنا نعرف بأي زمن على الأنين. شو وضع الساعة معك؟ ساعة علمت لي الساعة 2 ساعة علمت لي الساعة 1 حطيته على توقيت مصر توقيتي سوري ضيعونا فوق ما نحن ضايعين قال لي الزلمة تعال الساعة 8 جيت الساعة 8 قام قال لي 7 غيب بعد ساعة هي قلت الساعة 3 يلا راح خلص النهار طلعت الساعة 2 عند اختي الساعة بتحير كنا نحكي طلعت دولار هلا صرنا نحكي انه قد الساعة بطلنا نعرف الوقت يعني بنزل انا من الشرقية الساعة 12 بوصل على بيروت 11 وربع مش ظابطه في لخبطه ايه عم بتلخبط يعني ساعه بشوف التليفون وساعه بشوف ساعه البيت بضلنا على ساعه البيت احسن الطلاب اليوم نص الطلاب اجت ونص الطلاب ما اجت من ولا التوقيت اليوم انا اجيت على الجديد اليوم فيعني بيع الجديد بس نص المعك بيجيك على الساعه 9 على القديم اليوم الصبح فقت طبق لها لبنتي امي ده الساعه بتقول لي على القديم ولا على الجديد صار في بنفس المنطقه توقيتين مزبوط في هلا جيراني قالوا لي نحن فتنا على الجديد بس بنفطر الساعه 6 انا شغله على الدوره بشركه فكمان نفس الشيء الشركه على التوقيت الجديد ونحن بعدنا على التوقيت القديم كل العالم عم تفوت بالحيط ايش وضع الساعه يعني معقوله البلد كلها منهاره والعالم عايش في حاله ما بنلاقي تاكل بدنا ندور على ساعه هلا رحت لاجيب رز 230 الف ظلم هذا لبنان ما في غاز ما في كهرباء ما في مي ربطه الخبز ب 50 الف يروحوا يشوفوا عم يتخانقوا على الساعه يا عيب الشوم عليهم يروحوا يقفروا جوار ويطموا حالهم